والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دير البلح أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. إذن يعني أستاذ أمجد، ما زالت القوات الاحتلال الإسرائيلية تصدر وتعلن عن المزيد من أوامر أو تعطي المزيد من أوامر الإخلاء بالتزامن مع الوقت الذي يتم الحديث فيه عن قرب انتهاء هذه العملية العسكرية ربما، يعني كيف نقرأ ما الذي يجري على الأرض، وخصوصا أن هذه الإخلاءات ليس فقط في مناطق الجنوب ولكن حتى في مناطق الشمال، مدينة غزة والشمال؟ شكرا جزيلا. يعني بالفعل الاحتلال الإسرائيلي ماض في هذا العدوان على كافة المستويات. هذا الصباح طبعا صدم الجميع بقرار جديد، بقرار إخلاء جديد لمنطقة المغازي ومحيطها، وهناك آلاف الأسر التي خرجت هذا الصباح في رحلة نزوح خطيرة ومتجددة إلى منطقة يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها منطقة آمنة وإنسانية، وهي ليست بالآمنة ولا بالإنسانية. إلى منطقة، هذه المنطقة لا تكاد تتجاوز 10% من مساحة قطاع غزة. وعندما قمنا باحتساب عدد السكان، عدد النازحين والسكان الموجودين في هذه المنطقة، تقريبا هناك أكثر من 40,000 نسمة موجودين على الكيلومتر الواحد. فبالتالي هناك واقع إنساني صعب، رحلة نزوح خطرة تحت القصف وتحت إطلاق النار، وهناك من استشهد، وأيضا يذهبون إلى مناطق غير آمنة، غير معروفة، غير مهيئة، لا تتوفر فيها أي مقومات للحياة بمعنى الكلمة. نفتقد الآن إلى مراكز إيواء ولا خيام لتأوي هؤلاء الأسر، وبخاصة بالأمس واليوم هناك رحلة النزوح المتجددة. أيضا في تلك المناطق هناك مقومات للحياة كأبار المياه التي الآن منع الوصول إليها، وهي تغذي منطقة وسط قطاع غزة على سبيل المثال. هناك مخازن المساعدات، هناك بعض المقومات التي، فبالتالي حرمان منطقة وسط قطاع غزة والتي تأوي أكبر عدد ممكن من النازحين اليوم، لتشكل أيضا من المزيد والمزيد من المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. فنقول أن رحلة النزوح الحالية هي الأخطر، خاصة عندما نشاهد الأطفال والنساء والمسنين والمعاقين وذوي الإعاقة وغيرهم يغادرون هذه المناطق، وهي ليست المرة الأولى، وهي رحلة نزوح متجددة ومتكررة، ولكن هذه المرة نقول أنها الأخطر والأصعب على كافة المستويات. يعني هذا فيما يتعلق بالنزوح، لكن الوضع الإنساني صعب، شديد الخطورة، وخصوصا نحن الآن نتحدث عن أوبئة وأمراض، كل هذا يحتاج إلى تدخل، ليس فقط على صعيد إدخال الأدوية والعلاجات، لكن هناك بيئة غير آمنة للحياة، وبالتالي كيف من الممكن التعايش مع هذا الأمر، وكيف يجب أن يكون هناك حلول، ما شكل هذه الحلول العاجلة التي يجب أن تكون؟ أولا دعيني أؤكد، لا يمكن التعايش مع واقع هذا الحال في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والمعقدة والمركبة في ذات الوقت. عندما نتحدث عن حالة الاكتظاظ ووضع الصحي، خروج المستشفيات، معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، وأيضا حتى ما تبقى منها يعمل بطاقة مضاعفة لاستقبال الجرحى بشكل خاص والمرضى، وكذلك عدم تحويل المرضى وإخلاءهم للعلاج خارج قطاع غزة وكذلك الجرحى، يجعل من واقع الحياة صعبا جدا. أيضا عدم توفر الأدوية والمهمات الطبية للتعامل مع حالة الأوبئة والأمراض، حتى التطعيمات الآن ما يدخل من تطعيمات هو قليل جدا، في ظل أيضا عدم القدرة على التطعيم في ظل هذا القصف الإسرائيلي المتواصل وعمليات الإخلاء التي تتزايد كل يوم وتتكرر كل يوم. في ذات الوقت عدم توفر أدوات مستلزمات النظافة، وهي أساسية منذ أكثر من شهر، من الآن هناك نفاذ شبه كامل لمواد النظافة في مختلف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. وأيضا قضية المياه، وهي قضية أساسية، هناك تقليص في إنتاج المياه كما ذكرت، أبار المياه هناك 10 آبار أو أكثر موجودة في المناطق المخلاة، ولهي كانت تضخ إلى هذه المنطقة، والكمية نسبة أو معدل استهلاك الفرد انخفض الأقل من 5 لترات في اليوم، سواء للشرب أو للاستخدام اليوم، ودرجة الحرارة في ظل هذه الخيام مع، وهذه مدخلات للتسبب في تفاقم أوضاع الأمراض وانتشارها، مع عدم القدرة أيضا على الاستجابة لهذه الاحتياجات. نحن نحاول قصارى جهدنا بما توفر لدينا من إمكانيات من أجل
العمل على تقديم ما يمكن تقديمه سواء على صعيد المواد الغذائية والتي تتناقص يوما بعد يوم في ظل ازدياد الحاجات ما توفر بين أيدينا هو قليل جدا. أيضا التدمير الكبير لمقومات البنى التحتية سواء الزراعية والإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي جميعها توقفت، فبالتالي نحن نعتمد بشكل أساسي على ما يدخل من معابر، وما يدخل من المعابر تناقص إلى أقل من 30-40%، فبالتالي هناك واقع إنساني يتطلب أن يكون هناك تحركا. ونحن نؤكد مرة أخرى أن ما يحدث في قطاع غزة هو نتيجة لعجز وفشل المجتمع الدولي حتى الآن في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان وفتح المعابر أمام إدخال المساعدات. نسمع مطالب ونسمع إدانات ولكن لا نرى تحركات جدية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وواضح أن الاحتلال يستغل ما يحدث من مفاوضات لوقف إطلاق النار من أجل الإمعان في ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم، وبخاصة تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات، وترك أثر بالغ على صحة المواطنين وبشكل أخص الأطفال والنساء. نعم، يعني في ظل كل ما يحدث وبالعودة إلى الوضع الميداني أستاذ أمجد، يعني عمليا هناك من يتحدث عن خطورة الانسحاب ثم العودة إلى بعض المناطق، بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد خروجه من أي منطقة وعودة المواطنين إليها يخلف مواد غير منفجرة، يكون هناك أيضا جثامين غير متحللة أو متحللة على الأصح، هناك بعض الأنقاض التي تحتاج لإزالتها وما إلى ذلك، كل هذا يعني يحتوي ويتضمن الكثير من الخطورة. كيف يتعامل معها الأهالي، وكيف يعني هل هناك توعية ومحاولة توجيه آليات للتعامل من خلالها مع ما بعد حالات الانسحاب المؤقتة من المناطق التي يتم اجتياحها؟ يعني دعينا أتحدث في نقطتين. أن هناك أسر رفضت حتى عملية النزوح ذاتها وفضلوا البقاء في منازلهم ولا وألا يذهبوا مرة أخرى في رحلة نزوح إلى مناطق أيضا غير آمنة، ففضلوا البقاء. والنقطة الأخرى، في حال أن يتم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من منطقة أو عادة انتشاره في بعض المناطق، يعود المواطنين طبعا يفاجئوا بكميات هائلة من المخلفات الاحتلال من المتفجرات مواد متفجرة وغيرها. نحن نقوم بدور أولا للتوعية، هناك الكثير من برامج التوعية وأيضا هناك نشرات وهناك جهد على كافة الوسائل لتقديم ذلك، ولكن أيضا نحن فقدنا أرواحا حتى الآن، هناك مئات وعشرات أو مئات من الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء انفجار هذه المواد المتفجرة. ولا زالت أيضا في المناطق حتى المكتظة بالسكان، بين السكان ذاتهم هناك صواريخ وهناك مواد لم تنفجر بعد، ونحن دعونا الأمم المتحدة والجهات الدولية من أجل التدخل لتفكيك هذه المنظومة، وكذلك في غزة والشمال حتى في المباني والمنازل التي تم قصفها هناك الكثير من هذه المواد وهي تشكل خطرا حقيقيا. ونوجه نداء عاجلا إلى وكالات الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص من أجل إرسال فرق لتفكيك هذه المتفجرات ما تشكله خطرا حقيقيا على حياة الإنسان، رغم طبعا جهودنا التي نبذلها من أجل التوعية، ولكن هذه موجودة أساسا الآن بين السكان وبين النازحين وهي تشكل خطرا جديا على حياتهم. ونأمل أيضا من خلال حملات التوعية أن نوعي المواطنين، ولكن رغم كل هذه الحملات ولكن أيضا هذه المواد موجودة بالأساس بين السكان. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من دير البلح أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.